صورة لهذه الطفلة السورية أثارت موجة تعاطف كبيرة بعد انتشارها بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية. الطفلة هي مايا المرعي، نازحة من ريف حلب، تبلغ من عمرها 8 سنوات، فقط ولدت بتشوه في ساقيها، الأمر الذي اضطر إلى بترهما. اضطرت للنزوح مع عائلتها من قرية القنيطرة بريف حلب الجنوبي منذ عدة أشهر مع اشتداد المعارك هناك. انتهى بها الحلم أو الحال عفوا بها وبوالدها في إحدى المخيمات في ريف إدلب. تتشارك مايا معاناة والدها محمد الذي ولد هو أيضا دون أطراف سفلية بسبب عدم توفر أطراف اصطناعية لها في المخيم. اضطرت هذه الطفلة مايا ذات ثمانية ربيعا من أعوامها لاستخدام علب بلاستيكية ومعدنية تلصقها بما تبقى من ساقيها كي تتمكن من المشي أو لمساعدتها على ذلك. الكثيرون عندما رأوا صورة مايا تفاعلوا معها، مقطع مسجل لمايا وهي تقوم بتركيب العلب على أطرافها المبتورة وتسير في الأرجاء الوعرة في المخيم. نتابع. Bildiğin plastik su borusu. Alt tarafta da ton balığı tenekesi. Üstüne de keçe. بعد انتشار صور مايا هذه أطلق المغردون هاشتاغ مايا محمد المرعي، ودعوا من خلاله إلى جمع تبرعات لمساعدة الفتاة في تأمين كلفة تركيب أطراف اصطناعية طبية لها. هذه تغريدة لمغردة تدعى دنيا تقول: صورة أوجعت قلبي، يا ربي حسيتني تافهة عند همومي التي أشكي منها وتتحطم منها. وتكتب أمة الله بركات على فيسبوك: ما شاء الله عليها، طفلة ذكية تتحدى الصعاب وتمشي رغم الألم، إنها بحق تستحق الحياة، تستحق أن تجمع لها التبرعات. أما أحمد مغازي فيكتب على أسرتها: أخذها لمشفى باب الهوى حيث يوجد مركز الأطراف الاصطناعية، يتم عمل الأطراف مجانا هناك. طبعا تحدثنا إلى محمد المرعي والد مايا وسألناه عما جعله يلجأ لفكرة العلب المعدنية لمساعدة ابنته على المشي، فقال لنا: يعني أنا لما شفت بنتي أنه ما عاد تقدر تتحرك، يعني قاعدة بمكانها، يعني فكرت لها أنه بدها شغلة تعينها مشان تمشي بها، يعني تبعدها عن الأرض، عن الصخر، عن هيك، مشان ما تتجروح، مشان هيك. ففكرت لها بهذن الأواني البلاستيكية وسويت لها إياهن، والحمد لله يعني ساعدنها بالبداية، يعني مباشرة الحمد لله، يعني مو انه يعني نهار نهارين، والحمد لله تأقلمت عليها وصار وضعها تمام. ما هي محتاجة أطراف صناعية مشان تقدر تتأقلم على حياتها وتروح تمشي بهن، وما تحتاج لحد نهائيا. كما أسفنا، مايا ولدت بهذه الإعاقة، لكن بالطبع الأوضاع الراهنة في سوريا لا تساعد حالتها، بل ربما تزيدها سوءا. وقد أثر الصراع في البلاد على ملايين الأشخاص، فبحسب منظمة الصحة العالمية هناك 3 ملايين شخص أصيبوا من جراء الصراع، من بينهم نحو 500,000 شخص يعيشون بإعاقات دائمة بسبب الصراع المستمر. ولكن معنا عبر خدمة سكاي من مدينة ريف حلب الناشط والإعلام السوري أحمد الأحمد، الذي التقط صورة مايا وساعد في انتشارها. أحمد، هل توقعت هذا الصدى لهذه الصورة؟ أهلا وسهلا بكم، وشكرا لاستضافتكم على برنامج قناة بي بي سي لتسليط حالة مايا الطفلة السورية المبتورة القدمين. بصراحة حالة الطفلة مايا أنا لم أكن أتوقع أنها ستكون الرقم واحد في على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا بعد ما قمت بالتقاط هذه الصورة ونشرتها على حسابي الشخصي الفيسبوك. تفاجأت ثاني يوم بأن هذه الصورة تداولت كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وأخذت ضجة عالمية كبرى. ولكن كيف يمكن أن يستثمر بهذا الاهتمام الذي حصلت عليه مايا في تسليط الضوء على في بداية جمع التبرعات وتوظيفها بالاتجاه الصحيح، وحالة يعني سوريين آخرين أو سوريات آخرين نساء قد يعني سقطن أو يعانين من نفس المشكلة؟ نعم، حالة الطفلة مايا تجسد جميع أطفال السوريين.
عندما تم نشر الصورة تفاعلت جميع المنظمات وفاعلي الخير من دول الأوروبية من دول العربية، تم تسليط الضوء من جديد على الأوضاع السوريين في ظل الحرب السورية بعد 8 سنوات. هناك اهتمام كبير في هذا المجال، لفتة جديدة للوضع السوري المعقد، وخصوصا بعد وجود حالات كبيرة من الإصابات الحربية والإصابات المعقمة كحالة مايا الموجودة في الأراضي المحررة. ولكن جمع التبرعات هل هذه فادها بالفعل؟ هل يعني نتوقع علاج طبي أو وسيلة أخرى للتعامل مع حالتها، خاصة وأنها تمشي على قدمين من العلب؟ هل هناك بالفعل أطراف صناعية ستوضع لها، وهل سيتم ذلك في سوريا؟ ماذا نعلم عن مصير هذه البنت؟ نعم، بعد نشر الصور وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل الهلال الأحمر التركي اليوم، زار الطفلة مايا وفد من الهلال الأحمر التركي إلى داخل المخيم، وتكفل بعلاج حالته ونقلها إلى تركيا يوم غد. شكرا أحمد الأحمد، ملتقط صورة مايا البنت التي انتشرت صورتها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.